فخر لكل اهلاوي وكل حد ينتمي للنادي الاهلي، وفخر لمصر منشاه رياضيه بتضاف للمنشات الرياضيه الكبيره في مصر، وبتخدم يعني شريحه كبيره من اعضاء النادي الجدد. شايفين عظمه، يعني حاجه معموله مرسومه رسمي، يعني مناطق خضراء وحمامات سباحه ومناطق للاطفال وملاعب رياضيه، حاجه جميله جدا. طبعا ببارك للكابتن محمود الخطيب وكل مجلسه على الجهد الكبير اللي عملوه. يعني لا، ما هو الاختيار الاماكن ده بيبقى اختيار ذكي، يعني بيبقى منطقه سكنيه جديده، بتبقى منطقه فيها مساحه تسمح ان انت تعمل صرح على المساحات دي. فطبعا ده ذكاء من مجلس الاداره انه يختار الاماكن اللي بتعمل فيها، زي 6 اكتوبر، زي مدينه نصر لما كانت جديده برضو، كانت منطقه سكنيه جديده وهي اللي احيت المنطقة. طبعا بنبارك لأعضاء النادي الأهلي وجمهور النادي الأهلي، وبنبارك لمجلس إدارة النادي، اللعيبة اللي موجودة، اللي سواء اللي مسؤول النادي الأهلي قبل كده واللي موجودين حاليا. أنت عارف إحنا بنقولها على طول، هي راية بتسلم راية وجيل بيسلم جيل. فإحنا بنشكر أولا مجلس إدارة النادي الأهلي على الصرح الجميل اللي إحنا عملوه، وفي حاجة نفتخر بها إحنا كأهلاوية، وبنتمنى إن شاء الله فرع، يعني فرع جديد من فروع النادي الأهلي بتتفتح. بنقول مبروك لجمهور النادي الأهلي جميعا، يعني إن شاء الله. وجودنا طبيعي طبعا، لعبنا النادي الأهلي ولبسنا تيشيرت النادي الأهلي، فأكيد إحنا وجودنا هنا مش محتاج دعوة. أنا بشكر مجلس إدارة عليها، بشكر مجلس الإدارة بالكامل والكابتن الخطيب. طبعا إحنا مش محتاجين دعوة نيجي النادي الأهلي، النادي الأهلي بيتنا وطول عمره خيره علينا. فإحنا سعداء جدا بافتتاح الفرع الرابع للنادي الأهلي، وأتمنى يبقى في فروع واحد واثنين وثلاثة في جميع المحافظات. بهني مجلس إدارة وجماهيره، وبقول لجماهير النادي الأهلي من حقها تفخر بالنادي الأهلي، نادي كبير ونادي عريق بيطور من نفسه وبيطور من شكله، مش رياضة بس أو كرة قدم بس، ده في جميع الألعاب. فأنا دي حاجة بنحيي عليها مجلس إدارة اللي جاي واللي فات واللي هيبقى جاي والأجيال اللي قبل كده. لكن أنا أتمنى إن شاء الله نكون كل لعيبة النادي لو لعبوا لبسوا تيشيرت النادي بيكونوا موجودين النهارده إن شاء الله. أنا شايف إن هو طبعا حاجة عالية أوي جدا، في وصرح جميل جدا يضاف للصروح النادي الأهلي الصرح الرابع للجمعية العمومية لأعضاء النادي الأهلي، فدي حاجة كويسة جدا. وبصراحة الانشاءات اللي موجودة والشكل العام الموجود والمنطقة يعني حاجة مبهرة. فأنا بقول مبروك لأعضاء النادي الأهلي، إضافة جديدة، وأكيد إن النادي الأهلي بيفكر على طول باستمرارية في نجاح، ومن نجاح لنجاح. أتمنى لهم التوفيق، وإن شاء الله تبقى معظم الأندية في مصر تبقى بنفس التفكير ونفس النجاح الموجود يعني.